فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر زوجة الخال من المحارم؟ لا، زوجة الخال ليست من المحارم لأنها أجنبية منك. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل جدة زوجة الأخ أقرب من الخال؟ زوجة الأخ ليست من المحارم. نعم، فكيف زوجة الخال؟ نعم. كذلك حفظك الله يسأل عن جدة الزوجة، هل هي من المحارم؟ نعم، جدة الزوجة أم للزوجة وأمهات نسائكم، ذكر الله من جملة المحرمات وأمهات نسائكم، يشمل الأم القريبة والأم البعيدة وهي الجدة. نعم.